أشرف المرسلين، أولا كنشكروا الصحافة الهواري سعيد عضو الغرفة الفلاحية. اليوم كنشاركوا في المنتدى الجهوي للفلاحة وكنمثلوا الفلاحة واليوم ما حضرش معنا وزير الفلاحة. أولا إحنا ما جينا من أجل باش نشكيو الهموم ديال الفلاحة على وزير الفلاحة سي عزة خنوش ما حضرش معنا اليوم، بغينا نعرفوا علاش. إحنا بالنسبة للرئيس غرفة الفلاحية دائما حاضرين معاه ودائما معانا، ولكن بغينا نشكيو الهموم ديالنا والهموم ديال الفلاحة على وزير الفلاحة باش بغينا الحلول، بغينا الحلال ديال الفلاح. إحنا جينا من أجل الحضور ديالو باش نديروا المداخلة ديالنا ونهضروا معاه هو، ولكن هو ما جا ما حضر لا هو ولا رئيس الجهة، ما حضرش معنا نهضروا. رئيس الغرفة الفلاحية تعتبر هذا استهتار؟ ها؟ شنو تعتبر هذا استهتار؟ إيوا أنا كنعتبره في الحقيقة خصو يحضر. واش ما رضاش بينا؟ واش ما بغيش نفهم؟ حنا كنمثلوا الفلاح، كنمثلوا الفلاح بصفة عامة على جهة فاس مكناس، وحنا الرئيس ديالنا رئيس الغرفة الفلاحية راه حنا دائما معاه، هو اللي يقرب الوزارة، هو اللي كيوصل الملفات ديالنا والتقارير ديالنا للفلاحة لوزارة الفلاحة. ما جاش، ما يمكنش، خصنا في الحقيقة يحضر. هذا منتدى جهوي الفلاح، ما كيبقى له والو مع الفلاحة، اتفقنا ولا؟ راه أولا خصنا نبينوا نعطيوا شي حويجة باش ما نساهموش في الهجرة، باش يعمر معانا. هذا هو، كنشكركم كثير الشكر وشكرا. شكرا بالعقار، اي اما كراء الاراضي او دخول في شراكات مع البعض، مع بعض الفلاحه. اهداف استراتيجيه، اي يجب ايضا احترام الاختصاصات بالنسبه للجمعيه العامه والمكتب الاداري وتحديد المهام لكل عضو داخل التعاون. يجب ايضا تدوين وتوثيق القرارات.